يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشترى شخص مكانا ثم تبين أن فيه قبران، ثم تبين أن فيه قبرين، نعم، وأراد أن يبني بيته في ذلك المكان، فماذا يفعل بهذين القبرين علما بأنه قد مضى على دفنهما 7 سنوات؟ القبران أحق بقبريهما، وسبقا كلا هذا، إلا إذا كانت الأرض لك من الأصل، إذا كان القبور في أرض مملوكة هذا تراجع المحكمة لتنظر في هذا، أما إذا كانت القبور سابقة في أرض موات ما هي بلحد أو ما أحق بالمكان. نعم.